خلينا يعني نروح مع حضراتكم لموضوع تاني. كنا بنتكلم في اول حلقة عن الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ومع دخول الصيف بتظهر انواع كتيرة من الحشرات اللي بتختار المحاصيل الزراعية علشان تسكن فيها لفترات طويلة، طبعا هربا من الحر الشديد، وده بالتأكيد بيأثر بالسلب على جودة المحصول. خلينا نعرف التفاصيل اكتر عن مدى تأثير الحر على ظهور الحشرات والزواحف، وايضا طرق الوقاية منها وتأثيرها ايه على المحاصيل بتاعتنا. نرحب بالدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور، وإيه هي الآثار السلبية اللي ممكن تتركها الحشرات بسبب يعني الحر الشديد إنها تكون موجودة في المحاصيل؟ صباح الخير يا أستاذ أدير وأستاذ محمد، صباح النور. الجزائر المصري، أهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل المصريين. في بداية فصل الصيف الحقيقي في مصر إن شاء الله هيبدأ في خلال حوالي أقل من 10 أيام من الآن، وده اسمه التكوين الفلكي للصيف. وطبعا مناخيا بسبب تغير مناخ لا يعترف ببدايات ونهايات الفصول، فاحنا فعليا في فصل الصيف الحقيقي في مصر. فصل الصيف له خصائص انه الموجات الحاره الطويله احيانا بتبقى فوق المعدل، ارتفاع درجه الحراره ليلا بتكون الرياح في معظمها شماليه غربيه او غربيه، واحيانا بتكون جنوبيه في ايام الشرق. في احيانا رطوبه عاليه في سنه نادر صباحا. كل الظروف اللي انا بقولها دي بتستدعي انواع معينه من الحشرات اللي ممكن تصيب النباتات، وهي الحشرات بالتحديد جدان الاوراق. يعني الصوره اللي حضراتكم عارضينها دي حاجه اسمها سيتا ابسيليوتا اللي على الطماطم، دي من ضمن جدان الثمار اللي عامله مشكله كبيره للطماطم اللي بتجيب في الصيف. وكثير من الحشرات الاخرى اللي معظمها بتكون حشرات اكلات الاوراق او الثمار، بالاضافه طبعا لحشرات المن اللي هي معروضه حالا دلوقتي، السودا الصغيره دي، دي صاحبه مصر في فصل العشاره. كل هذه الحشرات بتعمل لي مشاكل كتير في فصل الصيف، لان الحشره العامل المشترك اللي بيكون له تاثير كبير على النمو هو الحراره، وبتتماشى مع الحراره. في طبعا بعض الحشرات المهمه بتختفي في الصيف لان نشاطها بيكون شتاء فقط، ولكن طبعا معظم الحشرات اللي بتسبب لي مشاكل هي بتكون حشرات صيف. دلوقتي المزارع المفروض يكون عنده اسلوب معين في المكافحة. انا مش عاوز استخدم مبيدات عمال على بطال، وفعليا هو ما بيستخدمش طبعا اسلوب للوقايه يعني من ظهور هذه الحشرات. الوقايه بيكون عن طريق حاجه اسمها مصايد الحشرات الصفراء، بيكون احيانا استخدام بعض المركبات الطبيعيه. في بدايه ظهور الحشره بيكون تعدادها قليل فضعيفه، ما عملتش مشكله ولا هيبقى تعدادها كبير. في الحاله دي ممكن استخدم الامور الوقائيه، وفي نفس الوقت بقلل استخدامات المبيدات على قد ما بقدر، وبقلل التكلفه لان ده بيستدعي المبيدات التكلفه. ننتقل لنقطه ثانيه، نقطه مهمه جدا، وهي احيانا في بعض الايام شديده الحراره وخاصه بعد دخول الصيف الحقيقي، يعني بعد 21 يونيو بيكون الحراره مصاحبه بحاجه اسمها طاقه حراريه. بيكون درجه الحراره 40 وكل حاجه، بس ال 40 بتاعت يونيو ويوليو و8 غير ال 40 بتاعت 4 و5 نوفمبر حتى لو نفس الدرجه. لان بيصاحبها حاجه اسمها طاقه حراريه، لان الشمس خلاص اصبحت عموديه على مدار السرطان القريب من اسوان، فبالتالي الاشعه قصيره وحرارتها عاليه. الحراره العاليه دي بتستفز الهوام اللي هي الزواحف، ثعابين، العقارب، لا قدر الله الحيات غيره، وده دايما في المناطق الصحراويه او الظهير الصحراوي او في المناطق الزراعيه اللي فيها حشائش وهيش ومهمله نوعا ما كتير. فانا بنصح كل اهالينا المزارعين او المواطنين القريبين من المناطق دي توخي الحذر تماما، خاصه في الايام الحاره في فترات ما بعد الظهر اخر النهار بتطلع كل هذه الزواحف عشان تمرد جسمها، لان في النهايه هي ذوات دم بارد. توخي الحذر ازاي يعني يا دكتور؟ يعني هم ما يروحوش الارض بتاعتهم في هذا التوقيت؟ هذا التوقيت ما ينفعش، يعني احنا كلنا فلاحين ومزارعين بنمشي حافيين تمام بدون لبس حذاء. مفهوم مفهوم. فلازم يبقى في حذاء، وما يكونش حذاء يعني حذاء يكون جلد الكبير، ده مهم جدا، وبالذات لو مناطق فيها حشائش انا مش شايف الارض منها، لان في الحاله دي ممكن يكون لا قدر الله فيها موضوع الزواحف، فالناس تخلي بالها منها وربنا يحميهم جميعا. وكمان العقارب في المناطق الزهير الصحراوي، زراعات الزيتون وزراعات غيره بتكون بنفس الطريقه برضه، فالناس مفهوم. كلها تخلي بالها. طيب ده عشان نحفظ المزارعين ونحمي المزارعين، انا بتكلم بقى دلوقتي عن المحاصيل الزراعيه، ما الحاجات دي هتكون مضره للمحاصيل الزراعيه، طب ازاي نتعامل معاها؟ يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان انت ما بتنصحش المزارعين بان هم يستخدموا مبيدات عمال على بطال او باستمرار، طب بيعملوا ايه؟
زي ما قلت لحضرتك ان في بدايات الاصابه اهم حاجه في مكافحه الحشرات والامراض هو اسمه الكشف المبكر او التشخيص. المزارع ما عندوش حاجه ثانيه غير زرعته، فهو كل شويه بيعمل فحص لزرعته، وخاصه الاطراف، يعني اطراف الحقول اللي قريبه من الجسور وقريبه من الاتربه والعقار والكلام ده، بتكون دايما الاماكن اللي بيبدا منها الاصابات بتاع الحشرات، خاصه لو حشرات ثاقبه مثلا زي المن وغيره، فدايما وابدا يعمل فحص للمناطق دي. ان بدا يبقى في ظهور لبعض الافراد من الحشرات يبتدي بقى يستخدم المصايد، يستخدم الطرق الطبيعيه قبل ما يخش في المبيدات ويخش في التكلفه العاليه. لكن ما فيش نوع من المبيدات يكافح الحشرات والقوارض دي وفي نفس الوقت ما يكونش ضار بالمحصول؟ في طبعا انواع من المبيدات اسمها مبيدات حيويه او طبيعيه، ودي مبيدات اصلا غير سامه تماما وبتستخدم في الزراعه العضويه، بس دي استخدامها بيكون في البدايات وهو تعداد الحشرات اليه. اما لو حصل زياده في التعداد للاسف فلازم طبعا يستخدم. وبالمناسبه برضه عشان مهم جدا اقول النقطه دي، معظم المبيدات اللي بياكل كل المبيدات المستخدمه في الزراعه المصريه الان غير مبيدات زمان تماما، ليست المبيدات شديده السميه بتاعت زمان، دي مبيدات بتتكسر في خلال ايام، ثلاث ايام اربع ايام، لان في كلام على البطيخ والخوخ وبعض المنتجات والمبيدات، الكلام ده كلام اتكلمنا فيه كتير وقلنا الكلام ده غير صحيح بالمره. ده دي علاقه البطيخ والخوخ له علاقه بالتخزين في الحراره عاليه عند الفكهاني او التاجر، والعلاقه بفساد غذائي او شبه فساد غذائي، ملوش علاقه بالمبيدات ولا بسميه المبيدات. يعني ما فيش طريقه ما لتخزين يعني الخوخ والبطيخ، وحضرتك بتقول انه في مشكله في التخزين، وفي نفس الوقت طريقه تحافظ على يعني تخزينه بحيث يصل للناس ويكون ما فيهوش اي مشكله؟ والله كويس ان حضرتك استاذ هدير اتكلمت في النقطه دي، لان الموضوع ده فيه كلام كتير جدا وفي ظلم فادح وكبير للمزارع المصري في تشويه رزقه والمنتج اللي بيطلعه ده. هو يعني شفت امبارح درجه حراره كانت عامله كام؟ مفيش مزارع ما شافش غيره امبارح، فما ينفعش نيجي في السوشيال ميديا اي حد يكتب اي كلمتين وخلاص. فطبعا انا عشان اروح اخد بطيخ او خوخ من عند التاجر ابعد عن، مع احترامي للتاجر الصغير بتاع العربيه اللي بيلف في الشمس، ما هو يعمل لي مشكله ويعمل لنفسه مشكله، يا اما يقف في مكان مظلل يا اما يعمل اي تظليل للبطيخ وللخوخ بالتحديد، لان الخوخ فاكهه سريعه العطب بسبب ان الماده السكريه عاليه، وهي ماده نسبه الرطوبه فيها عاليه جدا، قصدي فاكهه يعني. نفس الموضوع البطيخ، ثمره كبيره نسبه الرطوبه عاليه، فيها قشره صماء بتسحب الحراره، بتسخن بسرعه، بسبب المشاكل دي. فانا لما اروح اخد فاكهه لازم يبقى عندي اعرف ان انا رايح اجيب من فاكهاني في منطقه مظلله مهواه، ما يكونش بطيخ معرض للشمس، ما يكونش بطيخ بقاله فتره عند الراجل ممكن اعرفه من القمع بتاع البطيخ اللي لونه اخضر فاتح ولا غامق. الحاجات دي كلها مهمه عشان ما نرجعش نشتكي ونقول المزارع والمبيدات وهو كلام كله مش صحيح. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن نقطة تانية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة لكن بعيدا عن خروج الحشرات والقوارض، وهي التقلبات الجوية وتأثيرها على الزراعات المختلفة. هل تعرض النبات أو الزرع بشكل عام لارتفاع شديد في درجات الحرارة في مراحل التكوين بيتأثر بيه بشكل أكبر عما يكون مثلا في قرب مراحل الحصاد؟ والله يا أستاذ محمد أنا حاسس من سؤالك إنك حضرتك خبير زراعي كبير يعني بصراحة، وخبير مناخي كمان. الفاكهة الموجودة في مصر الآن والفاكهة الصيفية هي فاكهة في بداية العمر، يعني فاكهة لسه في بداية العقد، وأي فاكهة أي كائن حي في بداية حياته بيكون حساس لأي تقلبات خاصة في المناخ. فعندي المانجا دلوقتي، عندي الزيتون، عندي الموالح، وهم أهم ثلاث فواكه صيفية لسه في بداية العقد، فدرجة حساسيتهم لأي تقلب في المناخ عالية جدا وخاصة الموجات الحر. فأنا بنصح مزارعي هذه الفاكهة كمان مرة، المانجا والزيتون والموالح، بتقليل فترات الري أثناء الموجات الحارة، بالرش ببعض المركبات اللي بتحمي الثمار زي سلكات الألومنيوم، ودي مركبات هم عارفينها بالاسم يعني بمعدل 6 مثلا جرام للتر ولا حاجة. المركبات دي كلها لها عامل كبير جدا في تخفيف حدة هذه التقلبات. للأسف الشديد بسبب ظاهرة تغير مناخ، احنا في مصر مناخ مصر تقريبا اتغير، عشان كده الدولة مهتمة جدا بهذه القضية، وكلنا بنسمع يوميا من يعني من فخامة الرئيس حتى في كل منتدى عالمي بيتكلم على تغير المناخ وعلى استعدادنا لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف الكوب في شرم الشيخ نهاية هذا العام، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح بجهود الدولة المصرية وبالسعي الحثيث من السيد فخامة رئيس الجمهورية، لأنه قضية تغير المناخ لأول مرة بالمناسبة في تاريخ مصر ان يكون الدوله مهتمه بهذه القضيه وتضع لهذه القضيه كثير من الامكانيات. فالحمد لله مصر بدات
تهتم جدا بقضيه التغير المناخي، يجب على المزارع بقى الصغير اللي له علاقه بالمناخ مباشره ان يكون عنده اهتمام كبير ودائما وابدا يسعى للمعلومه، لان تغير المناخ ما اقدرش اخففه الا بمعلومه صحيحه. طيب اتفضل. اللي ما زرعش يا دكتور محمد يستنى شويه؟ لا خلاص الحمد لله نقدر نقول الموجه الحاره انتهت من امبارح للسبت، من اول النهارده لغايه نهايه هذا الاسبوع الحمد لله درجات الحراره هتكون في المتناول، انا بقول في المتناول يعني ان انا ابتدي اجري كل العمليات الزراعيه الطبيعيه بتاعتي، سواء هزرع محاصيل صيفيه اتاخرت في زراعتها او اجري كل العمليات من رش وتسميد وخلافه. الاجواء الاسبوع ده ان شاء الله مناسبه، ما عدا معلش يعني اهالينا في الصعيد، ما عدا بعض محافظات الجنوب ما زال منخفض السودان الموسمي مسيطر عليها شويه، فدرجات الحراره ما زالت حاره، بس هم متعودين على كده عموما يعني. طيب نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا دكتور.